طيب احنا اول بارك ان شاء الله هنتكلم عنه الكاسكارا بارك. الكاسكارا بارك بالعربي اسمه القشر المقدس. الكاسكارا بارك المادة الفعالة اللي فيه بتبقى أنثراكين وجلايكوزايت، فالميديسنال أكشن بتاعه بيبقى زي السنة ليف، بيبقى لاكزيتيف أو بيرجيتيف في الكونستيبيشن. طيب لو اتكلمنا عن المورفولوجي بتاعت الكاسكارا بارك بتبقى عاملة ازاي؟ ممكن تبقى موجودة في كذا شكل، ممكن تبقى سنجل كويل، دبل كويل، تشانلد، أو ممكن تبقى فلات. طبعا الصورة اللي قدامنا هنا تشانلد. طيب اللون بتاعه بيبقى دارك براون. احنا اتفقنا الكورك هي اللي بتبقى مسؤولة عن اللون بتاع البارك. بتبقى longitudinally rigid، بيبقى عليها زي شقوق وتجاعيد بالطول. بتبقى marked with transversely elongated lenticels، عليها حاجة اسمها lenticels. طيب اللنتيسيلز دي بتبقى بريسنج بولز، فتحات للتنفس، بتبقى موجودة على ساق الشجرة شبه الاستوماتا اللي موجودة في الليفز، بس هي بتبقى أقل في العدد وأكبر في الحجم، وهي مش حاجة كاركترستيك قوي في الكاسكارا، يعني عددها مش كبير قوي في الكاسكارا. طيب بيبقى عليها حاجة اسمها جري لايكنز. اللايكنز دي عبارة عن primitive plants، نباتات بدائية مش بتبقى differentiated لليفز وروت وستم. طيب أكتر حاجة بتميز الكاسكارا في مورفولوجي إن عليها حاجة اسمها mosses وحاجة تانية اسمها liverworts. طيب إيه الفرق ما بينهم؟ هما الاتنين بيبقوا primitive plants زي اللايكنز، بس بيبقوا أرقى شوية، بيبقوا differentiated into leaves. طيب ايه الفرق بقى ما بين الموسز والليفر وورز؟ الموسز الليفز بتاعتها بتبقى arranged spirally، بتبقى مترتبة في كذا اتجاه زي ما هي موجودة في الصورة اللي قدامنا، انما الليفر وورز بتبقى الليفز بتاعتها arranged in one plane، بتبقى مترتبة في بلين واحد. خلاص يبقى احنا يا جماعه بالنسبه للمورفولوجي بتاعه الكاسكارا اتفقنا انها ممكن تبقى موجوده في كذا شكل، سنجل او دبل كويل، تشانلد او تبقى فلات. اللون بتاعها بيبقى دارك براون نتيجه ان الكورك فيها بيجمنت لونها دارك براون. بيبقى عليها زي تجاعيد بالطول، بتبقى عليها حاجه اسمها لينتي سيلز، واتفقنا انها بريسنج بوز شبه الاستوماتا بس مش كاركترستيك ليها قوي. عليها primitive plants اسمها lichens، قلنا اكتر حاجة بتميزها بيبقى عليها mosses و liverworts، واتفقنا هما كمان بيبقوا primitive plants بس ارقى شوية، بيبقوا differentiated into leaves. قلنا الفرق ما بينهم ان mosses بتبقى leaves بتاعتها arranged spirally، بتبقى مترتبة في كذا اتجاه، بس liverworts بتبقى arranged in one plane. طيب ده شكل المورفولوجي بتاعت الكاسكارا. هي طبعا هنا شكلها تشانلد، بتبقى كونكيف شوية to the inner side. زي ما اتفقنا اكتر حاجة هتميزها هي الموسس والليفر وورس. احنا قلنا الموسس بتبقى arranged spirally، بتبقى الليفز موجودة في different directions، والليفر وورس بتبقى موجودة في one plane. يبقى الصورة دي لو جت هنقول عليها morphology of cascara. طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن تي اس، هنقطع قطاع عرضي في الكاسكارا. احنا اتفقنا هنتكلم عن 3 layers مهمين اللي هما ايه؟ الكورك والكورتكس والسكندري فلوي. طيب هي اول طبعا layer بتقابلنا من بره هي الكورك، اتفقنا دي mature epidermis، دي بتبقى عبارة عن dead cells، سيلز ميتة بيبقى فيها coloring matter، هي اللي بتدي البارك اللون بتاعه. لما بنيجي نرسم الكورك مش بنسيبها فاضية كده، بنعمل جواها زي شبكة نتورك عشان أبين إنها لجنيفايت. طيب بعد كده بيقابلنا منطقة الكورتكس، دي بتبقى عبارة عن بارينكي مسل فيها حاجتين، فيها كلاستر أوف كالسيوم أوكزاليت اللي هي الإكسات الصغيرة دي. أكتر حاجة بقى بتميز الكورتكس بتاعت الكاسكارا إن فيها سكليرايتس. خلاص السكليرايز بتبقى ديد سيلز
برضو بتبقى لجنيفايت، ليها سيكول وليها ناروليومن، وفي حالة الكاسكارا بتبقى موجودة في جروبس اللي هي الأشكال الريجولر، أشكال غير منتظمة، وبرضو وإحنا بنرسمها بنحط جواها نتورك عشان أبين إنها لجنيفايت. يبقى إحنا جمع قلنا الكورتكس بتبقى بارينكي ماسل فيها حاجتين، فيها الإكسات الصغيرة كلاستر أوف كالسيوم أوكزاليت، وأهم حاجة الكورتكس بتاعت الكاسكارا بيبقى فيها سكليرايدز بتبقى موجودة في جروبس واخدة شكل الريجولر، شكل غير منتظم، واتفقنا واحنا بنرسم بنحط جواها نتورك عشان ابين انها لجنيفايت. بعد كده بيقابلنا اهم لير، منطقه السكندري فلويم. طيب منطقه السكندري فلويم هشوف فيها ثلاث حاجات. اول حاجه فلويم بارينكيما، فلويم بارينكيما كل الجزء الابيض ده، ولو بصيت عليها برضو بلاقي فيها كلاستر اوف كالسيوم اوكزاليت اللي هي الاكسات الصغيره. طيب بعد كده بيقابلنا فلويم فايبر اللي هي الدوائر السوداء المبططة شوية. يا جماعة احنا عارفين ان اي فايبر بتبقى سيلز طويلة، بس احنا هنا قطعين تي اس، قطعين بالعرض، فالفايبر باينة كدوائر، يبقى الدوائر السوداء دي هي فلويم فايبر. يبقى احنا اتكلمنا عن فلويم بارينكيما وفلويم فايبر. طيب اخر حاجة هنتكلم عنها المدللي ريز. المدللي ريز زي ما اتفقنا بتبقى بارينكيما سيل عاملة كروسنج لمنطقة فلويم، خلاص فبتبقى عاملة زي الخطوط، الفايبر بتبان دواير والميدالري ريز بتبان خطوط عشان بتبقى عاملة كروسنج لمنطقة السكندري فلويم. يبقى احنا جماعة بالنسبة للتي اس بتاع الكاسكارا اتفقنا بيبقى عندنا 3 layers. اول حاجة الكورك دي بتبقى dead cells، بتبقى لجنيفايد سيل، واكتر حاجة بتميزها بيبقى فيها كالرينج ماتر. اتفقنا وانت بترسم هتعمل جواها زي شبكة عشان تبين انها لجنيفايد. بعد كده بيقابلنا منطقة الكورتكس، دي بتبقى عبارة عن بارينكيما سيل فيها حاجتين، كلاستر اوف كالسيوم اوكساليت اللي هي الاكسات. بعد كده بيبقى عندنا حاجة مهمة جدا، عندنا سكليرايدز، دي بتبقى ديد سيلز موجودة في جروبس، بتبقى موجودة في شكل الريجولر زي ما احنا شايفين، واتفقنا بنعمل جواها نتورك عشان ابين انها لجنيفايت. طيب بعد كده بيقابلنا منطقة السكندري فلويم، بنشوف فيها ثلاث حاجات، فلويم بارينكيما الجزء الابيض بيبقى فيها كلاستر اوف كالسيوم اوكساليت اللي هي الاكسات الصغيرة، بعد كده فلويم فايبر الدوائر السوداء، بعد كده الخطوط اللي عاملة كروسنج دي هي الميدالري ريز. خلاص طيب شكله بيبقى عامل ازاي تحت الميكروسكوب؟ زي ما اتفقنا احنا بيبقى عندنا 3 layers، ادي الكورك بتبقى dead cells لونها reddish brown، بعد كده بيبقى عندنا الكورتكس، بعد كده عندنا منطقة السكندري فلوي. اكتر حاجة بميز بيها الكاسكارا ايه عشان ما نتلخبطش ما بينها وما بين البارك اللي هناخده كمان شوية، ان احنا لو بصينا على منطقة الكورتكس بنلاقي باتشات صفرة كده اللي هي السكليرايدز. طبعا السكليرايدز بتبان لونها اصفر عشان بيبقى فيها مادة اللجنين. زي ما اتفقنا منطقة السكندري فلويم بيبقى فيها ثلاث حاجات، فلويم بارينكيما، بعد كده عندنا فلويم فايبرز اللي هي الدوائر الصفراء الصغيرة، بعد كده عندنا الخطوط اللي قطعة في الفلويم فايبرز دي هي الميدالري ريز. بالصورة دي لو جت هنقول عليها تي اس انكاسكارا بارك. عرفت منين؟ بصينا على منطقة الكورتكس لقيت فيها باتشات صفراء الريجولر اللي هي السكليرات. طيب دي صورة تانية ليها برضه نفس الكلام، عندنا الكورك بتبقى لونها بيج براون بتبقى ديد سيلز، بعد كده عندنا منطقة الكورتكس، بعد كده عندنا منطقة السكندري فلويم. وطبعا قلنا أهم حاجة بتميز الكاسكارا لو بصينا في منطقة الكورتكس بنلاقي باتشات صفراء الريجولر اللي هي السكليرايدز. نفس الكلام منطقة السكندري فلويم بيبقى فيها فلويم فايبرز الدوائر الصفراء الصغيرة،
فلويم بارينكيما، وطبعا الخطوط اللي قطع فيها هي المدلاري ريز. الباصورة دي برضو لو جت هنقول عليها تي اس او ترانسفيرس سيكشن في الكاسكارا بارك. طيب احنا دلوقتي هنتكلم بقى عن فلويم فايبر شكلها بيبقى عامل ازاي. احنا قلنا في التي اس كان بس باينه كدوائر، هي بقى بتبقى عامله ازاي؟ هي اكتر حاجه يا جماعه بتبقى كاركترستيك في اي بارك هي الفلوين فايبر بتاعته. الفلوين فايبر بتاعت الكاسكارا شبه البريسايكليك فايبر بتاعت السنه بالظبط، بتبقى موجوده في جروبس، موجوده في مجموعات، وحواليها كريستال شيس اوف كالسيوم اوكساليت. خلاص. طيب احنا قلنا يا جماعه اي فايبر بتبقى ديد سيل بتبقى سيلز طويله جدا، بيبقى طولها قد عرضها حوالي 30 مرة. فوانت بترسم يا اما بتعملها مقفولة من حتة ومفتوحة من حتة زي الصورة اللي قدامك، او بتعملها مفتوحة من الناحيتين. اتفقنا ما نقفلهاش من الناحيتين. وطبعا اي فايبر بيبقى ليها سيك وول، الوول بتاعها سميك جدا واليومن بتاعها بيبقى ضيق جدا عشان بتبقى ليجنيفايد. طيب الفايبر دي زي السنة بيبقى حواليها كريستال شيز غلاف من الكالسيوم اوكساليت، مر عليكم قبل كده. الغلاف ده بيبقى عبارة عن بارينكي مثل جواها كالسيوم اوكساليت بريزم، جواها مكعبات من الكالسيوم اوكساليت. واتفقنا اهم حاجة وانت بترسم البريزم ده ترسمه ثلاثي الابعاد. خلاص. يبقى احنا جماعة قلنا اكتر حاجة بتبقى كاركترستيك في اي بارك هي الفلوين فايبر بتاعته. بتاعت الكاسكارا عاملة ازاي؟ شبه البريسايكليك فايبر بتاعت السنة، بتبقى موجودة في جروبس مش كل واحدة لوحدها. طبعا اي فايبر ليها سيكول وليها نارو اليومن، بتبقى ديد سيل او بتبقى ليجنيفايد سيلز، وحواليها غلاف من الكالسيوم اوكساليت. الشيس ده بيبقى عبارة عن بارينكيما سيل جواها مكعبات من الكالسيوم اوكساليت. طيب شكلها بيبقى عامل ازاي تحت الميكروسكوب؟ زي البريسايكليك فايبرز بتاعت السنه ليفز بالظبط، ودي لحد ما اوضح بكتير. احنا اتفقنا الفايبرز بتبان حاجات طويله لونها اصفر او رمادي عشان بيبقى فيها ماده اللينين، وطبعا هي هنا موجوده في جروبس، موجوده في تجمعات. والكريستال شيز بيبقى عامل زي مربعات على الفايبرز. يبقى الصوره دي لو جت هنقول عليها ايه؟ فلوين فايبرز accompanied with crystal sheets of calcium oxalate، وهتقول انها موجودة في الكاسكارا بارك. طيب صورة تانية ليها برضو نفس الكلام، بتبان حاجات طويلة لونها اصفر، وكريستال شيز بيبقى عامل زي مربعات على الفايبرز. بالصورة دي برضو هنقول عليها فلوين فايبرز accompanied with crystal sheets of calcium oxalate in كاسكارا بارك. طيب ايه تاني بيبقى كاركترستيك للكاسكارا؟ اتفقنا ان منطقه الكورتكس بتاعتها بيبقى فيها سكليرايدز، وقلنا السكليرايدز دي بتبقى موجوده في جروبس زي الفايبر. لو فاكرين يا جماعه السكليرايد بتبقى سكليرينكي مثل ديد سيل زي الفايبر، بس الفرق ما بينهم بس في الطول. السكليرايدز بتبقى الى حد ما ايزودايمتريك، الاضلاع بتاعتها متساويه، انما الفايبر بتبقى الونجيتد سيلز، بتبقى سيلز طويله. طيب لو بصينا على السكليرايز بتاعت الكاسكارا، هي كمان موجودة في جروبس، موجودة في مجموعات، برضو ليها سيك وول، الوول بتاعها سميك جدا واليومن بتاعها بيبقى ضيق، وهي كمان زي الفايبر حواليها كريستال شيز اوف كالسيوم اوكساليت، غلاف من الكالسيوم اوكساليت، برضو بيبقى عبارة عن بارينكيما سيل جواها مكعبات من الكالسيوم اوكساليت، وبرضو البريزم لازم ترسمه ثلاثي الأبعاد. يبقى احنا كده يا جماعه في الكاسكارا خدنا حاجتين مهمين كاركترستيك ليها، الفلوين فايبر بتاعتها، واهم حاجه كاركترستيك للكاسكارا هي السكليرايدز. اتفقنا دي بتبقى موجوده في منطقه الكورتكس، بتبقى موجوده في جروبس، هي كمان زي الفايبر حواليها كريستال شيز اوف كالسيوم اوكساليت. طيب شكلها بيبقى عامل ازاي تحت الميكروسكوب؟ زي ما اتفقنا برضو بتبقى موجودة في جروبس، موجودة في تجمعات، بس طبعا مش بتبقى طويلة قوي زي الفايبرز، بتبقى ايزو دايمتريك الى حد ما، وبتبقى مستطيلة شوية.
هي كمان طبعا لونها اصفر عشان بتبقى لجنيفايت، بتبقى ديد سيلز، وهي كمان بيبقى حواليها كريستال شيز اوف كالسيوم اوكساليت، وغلاف من الكالسيوم اوكساليت بيبقى عامل زي مربعات على الفايبرز. يبقى الصوره دي لو جت هنقول عليها سكليرايتس اكومبانيت ويز كريستال شيز اوف كالسيوم اوكساليت ان كاسكارا بارك. دي صوره تانية ليها برضو نفس الكلام، السكليرايت بتبقى لحد ما عاملة زي المستطيلات كده، بتبقى أقصر من الفايبرز، لونها أصفر عشان بتبقى لجنيفايد، وبيبقى حواليها كريستال شيس أوف كالسيوم أوكساليت بيبقى عامل زي مربعات على السكليرايت. بالصورة دي برضو هنقول عليها سكليرايتس أكامبانيد ويز كريستال شيس أوف كالسيوم أوكساليت إن كاسكارا بارك. تاني بارك هنتكلم عنه إن شاء الله هو الفرانجيولا بارك. الفرنجيولا بالعربي اسمه قشر العوسك الأسود، هو نفس الفاميلي بتاعة الكاسكارا، برضو الأكتف كوليستيتوانت بتاعه أنثراكينو جلايكوزايد، وبرضو الميديسنال أكشن بتاعه لاكزيتيف أو بيرجاتيف in case of constipation. طيب لو بصينا على المورفولوجي بتاعة الفرنجيولا، بتبقى موجودة في صورة سنجل أو دبل كويل. لو فاكرين احنا قلنا كلمة single coil معناها البارك بيبقى concave to the inner side، والتو ايدجز بتوعه بيبقوا enrolled on each other، بيبقوا لفين حوالين بعض، بتبقى عاملة زي الاسطوانة. قلنا كلمة double coil معناها البارك بيبقى concave to the inner side، برضو بيبقى متني لجوه، بس التو ايدجز بيبقوا enrolled separately، بتبقى كل واحدة ملفوفة حوالين نفسها. طيب بيبقى ليها بيربلش كورك، فاللون بتاعها بيبقى بيربلش شوية. لو فاكرين احنا قلنا الكورك هي المسؤولة عن الكالر بتاع البارك، بيبقى فيها كالرينج بيجمنت، بتبقى ماركت ويز ترانسفيرسلي إلونجيتد لنتي سيلز. لو فاكرين احنا قلنا كلمة لنتي سيلز معناها بريسنج بوث، فتحات للتنفس بتبقى موجودة في الستيم بتاع النبات. جماعة اللينتي سيلز في فرانجيولا بتبقى كاركترستيك قوي، بتبقى موجودة بأعداد كبيرة على عكس الكاسكارا، ودي أكتر حاجة بتميز الفرانجيولا في مورفولوجي. يبقى احنا بالنسبة للمورفولوجي بتاعة الفرانجيولا اتفقنا بتبقى موجودة في صورة سنجل أو دبل كويل، بيبقى ليها بيربلش كورك، اللون بتاعها من بره بيبقى بيربلش. أكتر حاجة بتميزها إنها بتبقى مليانة لينتي سيلز، اللي هي البقع البيضاء اللي مالية البورك. طيب لو اتكلمنا عن التي اس بتاع الفرنجيولا هو نفس بتاع الكاسكارا بالظبط، ما عدا ان منطقة الكورتكس مش بيبقى فيها سكليرايت. يبقى التي اس بتاع الفرنجيولا نفس بتاع الكاسكارا ما عدا ان منطقة الكورتكس مش بيبقى فيها سكليرايت. احنا زي ما اتفقنا الكورك بتبقى ديد سيلز، بتبقى ليجنيفايد سيلز، بنعمل جواها زي نتورك واحنا بنرسم. بعد كده الكورتكس هنا هتبقى بارينكي مثل جواها كلاستر وفي كالسيوم اوكساليت اللي هي الاكسات، ومش بيبقى جواها سكليرايت. بعد كده منطقه السكندري فلويم بنتكلم فيها عن ثلاث حاجات، فلويم بارينكيما الجزء الابيض بيبقى جواها كلاستر وفي كالسيوم اوكساليت، فلويم فايبر الدوائر السوداء، والخطوط اللي عامله كروسنج دي هي الميدالري ريز. جماعة خلي بالنا واحنا بنرسم ان النسبة ما بين الكورك للكورتكس تبقى من 1:2، ومنطقة السكندري فلويم بتبقى قدهم هما الاتنين مرتين. خلاص يعني نراعي النسب واحنا بنرسم، محدش يعمل التلاتة ليرز قد بعض. طيب شكله بيبقى عامل ازاي تحت الميكروسكوب؟ نفس الكلام زي بتاع الكاسكارا بالظبط، ما عدا لو بصينا على منطقه الكورتكس مش بلاقي فيها الباتشات الصفراء اللي هي السكليرايتس. خلاص يبقى احنا بيبقى عندنا كورك بتبقى لير صغيره لونها ريدش براون، بعد كده عندنا كورتكس بتبقى بارينكي مثل جواها كلاستر اوف كالسيوم اوكساليت، مش بيبقى عندنا سكليرايتس، دي اكتر حاجه بتميز التي اس بتاع فرانجيولا. بعد كده عندنا منطقه السكندري فلويم بيبقى فيها فلويم بارينكيما، فلويم فايبرز، والخطوط اللي قطع فيها هي الميدالاري ريز. يبقى الصوره دي لو جت هنقول عليها تي اس ام فرانجيولا بارك،
اتفقنا اكتر حاجة بتميزه لو بصينا في منطقة الكورتكس مش بنلاقي الباتشات الصفراء اللي هي السكليرايز بتاعة الكاسكورة. طيب لو بصينا على الصورة اللي على اليمين، ده تي اس بتاع الكاسكارا بارك. لو بصينا في منطقة الكورتكس بنلاقي الباتشات الصفرة دي اللي هي السكليرايت. لو بصينا في الصورة اللي على الشمال، ده تي اس بتاع الفرانجيولا، نفس التي اس بتاع الكاسكارا ما عدا لو بصينا في منطقة الكورتكس مش بلاقي فيها السكليرايت. خلاص، طيب احنا ان شاء الله في السكشن ده هنشتغل باودر فرانجيولا. باودر فرانجيولا سهلة جدا، واغلب باودر البارك السهلة ما فيهاش اي حاجة. طيب احنا قلنا اكتر حاجة كاركترستك في باودر البارك هي ايه؟ هي فلوين فايبرز. الفلوين فايبرز بتاعت الفرانجيولا هي بتاعت الكاسكارا بالظبط، برضو بتبقى موجودة في جروبس، موجودة في تجمعات، وحواليها كريستال شيز اوف كالسيوم اوكساليت. خلاص، تحت الميكروسكوب اتفقنا بتبان حاجات طويلة لونها أصفر موجودة في جروبس وعليها زي مربعات. طيب ممكن أشوف إيه تاني في باودر فرنجيولا؟ ممكن أشوف الكورك سيلز. طيب الكورك سيلز بتبقى عاملة إزاي تحت الميكروسكوب؟ بتبقى سيلز بوليجينال، سيلز خماسية أو سداسية، وطبعا بيبقى لونها ملون، بيبقى لونها ريدش براون عشان بيبقى فيها الكالرينج ماتر. هي الكورك يعني مش كي إيليمنت مهم أوي، هي اكتر حاجة كاركترستيك في باودر فرنجيولا هي الفلوين فايبرز بتاعتها زي ما اتفقنا، زي بتاعة الكاسكارا موجودة في جروبس وحواليها كريستال شيز اوف كالسيوم اوكساليت. طيب شكلها بيبقى عامل ازاي تحت الميكروسكوب؟ طيب ده شكل الفلوين فايبرز بتاعة الفرنجيولا زي ما اتفقنا، نفس بتاعة الكاسكارا بتبقى موجودة في جروبس وبيبقى حواليها كريستال شيز اوف كالسيوم اوكساليت. خلاص، ده طبعا مش هتشوف الفلوين فايبرز لوحدها، احنا اتفقنا برضو ممكن نشوف الكورك سيلز، بس هي مش كاركترستيك كي اليمنت قوي في الفرنجيولا، هي هتبقى موجودة في باودر اي بارك مدام الكورك بتاعته مش متشالة. خلاص، احنا قلنا الكورك سيلز بتبان سيلز خماسية او سداسية، بتبقى عاملة زي خلية النحل، وطبعا بتبقى ملونة عشان بيبقى فيها الكالرينج ماتر، بيبقى لونها ريدش براون. يبقى احنا يا جماعة بالنسبة لباودر فرانجيولا اتفقنا هنشوف الفلوين فايبرز بتاعتها بتبقى موجودة في جروبس وحواليها كريستال شيز اوف كالسيوم اوكساليت، واتفقنا ممكن اشوف الكورك سيلز بتبقى باتشات كده ملونة لونها ريدش براون. خلاص، طيب تالت بارك طيب السنكونة بيبقى عامل ازاي في المورفولوجي؟ بيبقى موجود في صورة كويلز، ممكن يبقى سنجل كويل او دبل كويل، وممكن يبقى كيرفت بيسز. طيب بيبقى اللون بتاعه ريدش براون او جريش براون، احنا اتفقنا اللون بيبقى ناتج من الكورك، يبقى الكورك بتاعته فيها بيجمنت لونها ريدش براون او جريش براون. بيبقى عليها لايكنز، اتفقنا اللايكنز بتبقى بريماتيف بلانتس، نباتات بدائية مش ديفرينشيتد لليفز وروتس وستم. اكتر حاجة بقى بتميز في السنكونة في المورفولوجي انها بتبقى مليانه لونجيتيودينال وترانسفيرس فيشرز، مليانه شقوق وتجاعيد بالطول وبالعرض. خلاص، ودي اكتر حاجه بتميزها. يبقى احنا يا جماعه قلنا بالنسبه للمورفولوجي بتاعه السنكونه بتبقى موجوده في صوره سنجل او دبل كويل او كيرفد بيسز، بيبقى اللون بتاعها جريش او ريدش براون، بيبقى عليها لايكنز. قلنا اكتر حاجه بتميزها انها بتبقى مليانه longitudinal وترانسفيرس فيشرز، عليها شقوق وتجاعيد بالطول وبالعرض، يعني بتلاقي حتت داخله لجوه كده في البارك. طيب بالنسبه للتي اس بتاع السنكونه احنا زي ما اتفقنا بنتكلم عن 3 layers مهمين. اول حاجه بتقابلنا الكورك زي ما اتفقنا، ديد سيلز جواها كالرينج ماتر،
وبرضو بنرسم جواها نتورك عشان أبين إنها لجنيفايد. لو بصينا يا جماعة على الكورك بتاعت السنكونة هلاقي حتت داخلة لجوه، ليه؟ عشان احنا زي ما اتفقنا بتبقى مليانة فيشرز، مليانة شقوق وتجاعيد، ودي كان أكتر حاجة بتميزها في مورفولوجي. طيب بعد كده بتقابلنا منطقة الكورتكس، بتبقى بارينكي مسيل عادية، بيبقى فيها حاجتين. الدوائر السوداء دي بقول عليها إديوبلاست، لو فاكرين كلمة إديوبلاست معناها سيل مختلفة عن السيلز اللي حواليها في الكونتنت أو الشيب أو السايز. هي هنا بتبقى مختلفة في الكونتنت، جواها حاجة مش موجودة في السيلز اللي حواليها، بيبقى جواها مايكروبريزم اوف كالسيوم اوكساليت، مكعبات من الكالسيوم اوكساليت. يبقى احنا جماعة قلنا الكورتكس بارينكيما سيل فيها حاجتين، اول حاجة اتكلمنا عنها الايديوبلاست اللي هي البقع السوداء، تاني حاجة مهمة جدا اسمها السكريتوري سيلز، خلاص بتبقى موجودة في الانر بارت بتاع الكورتكس اللي هي الدوائر الفاضية دي، ودي بيحصل فيها سكريشن للاكتيف كونستيتوينت بتاعت السنكونة اللي هي الالكالويدز بتاعتها الكينين والكينيدين وهكذا. طيب بعد كده هنتكلم عن منطقة السكندري فلويم. احنا اتفقنا بنتكلم عن ثلاث حاجات، فلويم بارينكيما الجزء الابيض، بعد كده فلويم فايبر بتبقى دوائر. لو بصينا على فلويم فايبر بتاعت السنكونة مش بتبقى موجودة في جروبس، بتبقى mainly isolated، ممكن تبقى مترتبة في radial rows، مترتبة في صفوف بالطول، بس هي mainly بتبقى isolated كل واحدة لوحدها، ومرسومة هنا دايرة وجواها نقطة. بس احنا لما بنيجي نرسمها بنرسمها دايرة وجواها مثلث، وهنعرف كمان شوية ليه. طيب بعد كده اتفقنا الخطوط اللي عاملة crossing لي flowing fiber أو عاملة crossing المنطقة flowing، الخطوط دي بتبقى المدلري ريز. طيب لو بصينا على المدلري ريز بتاعت السنكونة بتبقى فانل شيبد، بتبقى شبه القمح، خلاص. يبقى احنا يا جماعة بالنسبة للتي اس بتاع السنكونة برضو بيبقى عندنا 3 layers أساسيين. أول حاجة بتقابلنا هي الكورك، الكورك زي ما اتفقنا بتبقى ديد سيل، بتبقى لجنيفايد سيل، بنرسم جواها زي نتورك. ولو بصينا على الكورك بتاعت السنكونة بلاقي فيها حتت داخلة لجوه، اتفقنا انها بتبقى مليانة فيشرز. طيب بعد كده بيقابلنا منطقة الكورتكس، ودي قلنا بتبقى بارينكيما سيل فيها حاجتين، الايديوبلاست اللي هي الدوائر السوداء بيبقى فيها مايكروبريزم اوف كالسيوم اوكساليت، واهم حاجة بتبقى موجودة فيها السكريتوري سيلز، اتفقنا دي بتبقى الدوائر الفاضية بتبقى موجودة في الانر بارت بتاع الكورتكس، ودي اكتر حاجة بتميز التي اس بتاع السنكونة، دي بيحصل فيها سكريشن للاكتيف كونستيتوينت بتاعت السنكونة. طيب بعد كده بيقابلنا منطقة السكندري فلويم، اتفقنا بنتكلم فيها عن ثلاث حاجات، فلويم بارينكيما الجزء الابيض، بعد كده فلويم فايبر اللي هي الدوائر دي احنا اتفقنا برسمها دايرة وجواها مثلث، وهنشوف كمان شوية ليه. هي ملي بتبقى isolated كل واحدة لوحدها، او بتبقى مترتبة في radial rows، مترتبة في صفوف بالطول. بعد كده بيقابلنا المدلري ريز، الخطوط اللي عاملة crossing المنطقة الفلويم، واتفقنا المدلري ريز بتاعت السنكونة بتبقى funnel shaped، بتبقى عاملة زي القمح، لو فاكرين بتاعت الكاسكارو فرانجيولا كانت بتبقى خط واحد وكانت بتبقى slightly wavy. طيب احنا كده خلصنا كلامنا عن التي اس بتاع السنكونة، قلنا اكتر حاجة بتميزه. لو بصيت على الانر بارت في منطقة الكورتكس بلاقي فيها secretory cells اللي هي الدوائر الفاضية دي، بيحصل فيها secretion للactive component بتاعة السنكونة. طيب شكله بيبقى عامل ازاي تحت الميكروسكوب؟ زي ما اتفقنا اكتر حاجة بتبقى كاركترستك في التي اس بتاعك السنكونة، ان احنا لو بصينا على الانر بورت بتاع الكورتكس بلاقي زي دوائر فاضية اللي هي السكريتوري سيلز، بيحصل فيها سكريشن للاكتيف كونستيتوينتس بتاعة السنكونة. ممكن نميزه بايه تاني؟ زي ما اتفقنا الكورك بتاعته بتبقى مليانة فيشرز، مليانة شقوق، بيبقى فيها حتت داخلة لجوه بالمنظر ده.
ده الصورة دي لو جت هنقول عليها تي اس او ترانسفيرس سيكشن في السنكونا بارك. صورة تانية ليه برضو نفس الكلام، لو بصينا على الانر بورت من منطقة الكورتكس بلاقي فيها دوائر فاضية اللي هي السكريتوري سيلز، وبرضو لو بصينا على منطقة الكورك بلاقي حتت داخلة لجوه عشان بتبقى مليانة فيشرز. وبرضو الصورة دي لو جت هنقول عليها تي اس ان سينكونا بارك. طيب احنا قلنا اكتر حاجة بتبقى كاركترستيك في اي بارك هي فلوين فايبر. الفلوين فايبر بتاعت السنكونة بتبقى مميزة جدا. اول حاجة بتبقى كبيرة جدا في الحجم، اكبر فلوين فايبر هناخدها. طيب اتفقنا انها ميلي بتبقى ايزوليتد كل واحدة لوحدها، على عكس بتاعت الكاسكارا وفرانجيولا كان بتبقى موجودة في جروبس. ممكن تبقى بتبقى موجودة في جروبس بس برضو مش ماسكة في بعضها، بتبقى مترتبة في راديال روز في صفوف بالطول، بس هي ميلي بتبقى ايزوليتد. بتبقى سبندل شيب، بتبقى مغزلية الشكل يعني بتبقى مصحوبة من الطرفين. طبعا اي فايبر بيبقى ليها فيري سيك وول وليها نارو اليومن. الوول بتاعها بيبقى لجنيفايد بيبقى فيري سيك، واليومن بتاعها بيبقى ضيق عشان الوول بتاعها بيبقى سميك. طيب الوول بتاعها بقول ان هو ستراتيفايد سترونجلي لجنيفايد وول. كلمه ستراتيفايد معناها ان السيكنينج او الجنيفيكيشن موجود في طبقات. بيبقى موجود في layers، موجود في طبقات. ولو بصينا يا جماعة على السيكنينج مش بيبقى موجود في كل الوول، سايب فراغات. الفراغات دي بقول انها funnel shaped bits، يعني ثقوب كده عاملة زي الفانل شبه القمر خلاص. والابكس بتاعتها من فوق مش بتبقى tapered قوي، مش حد قوي، بتبقى لحد ما rounded، بتبقى مدور. يبقى احنا يا جماعة اتفقنا flowing fiber بتاعت السنكونة بتبقى مميزة جدا، بتبقى large in size، أكبر flowing fiber هناخدها، بتبقى mainly isolated كل واحدة لوحدها، أو بتبقى مترتبة في radial rows في صفوف بالطول، بتبقى spindle shaped مغزلية الشكل، بيبقى ليها very thick wall، بيبقى stratified thickening موجود في طبقات، واليومن بتاعها بيبقى ضيق. الفراغات دي شبه القمع فبقول عليها funnel shaped bits. واتفقنا الابكس بتاعتها مش بتبقى tapered قوي، مش بتبقى حد قوي، بتبقى blunt او بتبقى rounded شوية. طيب لو فاكرين احنا قلنا في التي اس بنعملها دايرة وجواها مثلث ليه؟ عشان funnel shaped bits اللي هي البيتس اللي شبه القمع. طيب شكلها بيبقى عامل ازاي تحت الميكروسكوب؟ بتبقى واضحة جدا وسهلة جدا زي ما اتفقنا، بتبقى largest in size، اكبر flowing fiber هناخدها. بتبقى الابكس بتاعتها rounded شوية، بتبقى مدورة مش بتبقى sharp. الول بتاعها بيبقى very thick، بيبقى سميك جدا، واليومن بتاعها بيبقى ضيق جدا. اللون بتاعها بيبقى bright yellow، بيبقى لونها اصفر فاقع، وطبعا بتبقى موجودة باعداد كبيرة خلاص. وطبعا بتبقى ميلي ايزوليتد كل واحده لوحدها، على عكس فلوين فايبرز بتاعه الكاسكارا وفرانجيولا خلاص. يبقى الصوره دي لو جت هنقول عليها فلوين فايبرز اوف سينكونا. اتفقنا بتبقى فيري لارج ان سايز، بتبقى الايبكس بتاعتها راوندد، لونها بيبقى برايت يلو اصفر فاقع، الول بتاعها بيبقى فيري سيك، واليومن بتاعها بيبقى ضيق جدا، وطبعا بتبقى موجوده ميلي ايزوليتد كل واحده لوحدها. طيب احنا ان شاء الله برضو في السكشن ده هنشتغل باودر سنكونة. باودر سنكونة بتبقى سهلة جدا، تعتبر اسهل باودر هناخدها. هنشوف فيها كاركترستيك كي element واحد اللي هي flowing fibers بتاعتها، زي ما قلنا من شوية انها بتبقى واضحة جدا وموجودة باعداد كبيرة. طيب ممكن نشوف فيها برضو الكورك سيلز، بس طبعا هي مش هتبقى كاركترستيك قوي. احنا اتفقنا الكورك سيلز بتبقى موجودة في باودر اي بارك مادام هو مش decorticated، مدام الكورك بتاعته مش متشالة خلاص. وبتبان ازاي؟ بتبقى سيلز خماسية او سداسية، بيبقى لونها ريدش براون خلاص. يبقى احنا جماعة بالنسبة لباودر سنكونة
اتفقنا بتبقى سهلة جدا، مش هنشوف فيها حاجة كاركترستيك قوي غير فاين فايبرز، بتبقى كبيرة جدا في الحجم، اللون بتاعها برايت يلو، الايبكس بتاعتها راوندد، الول بتاعها بيبقى فيري سيك، واليومن بتاعها بيبقى فيري نارو. خلاص، وطبعا بتبقى موجودة بأعداد كبيرة جدا. طيب رابع بارك هنتكلم عنه ان شاء الله هو الكانيلا بارك. الكانيلا ممكن اقول عليها وايت اور وايلد سينامون. كلمة وايت عشان لو بصينا على اللون بتاعها بلاقيه فاتح. طيب تفتكروا اللون بتاعها فاتح ليه؟ احنا قلنا الكورك هي اللي بتبقى مسؤولة عن الكالر بتاع البارك، فلو انا لاقية بارك فاتح معناها ان احنا شايلين الكورك. الكانيلا اول بارك هناخده ديكورتيكيتد. كلمة ديكورتيكيتد معناها الكورك بتاعته متشالة. طيب احنا ليه بنشيل الكورك بتاعت اي بارك؟ ممكن يبقى ما فيهاش اكتف كونستيتوانت، ما فيهاش مادة فعالة، فبالتالي انا مش محتاجاها. او ساعات كمان ممكن يبقى فيها توكسيك كونستيتوانت، ساعات بيبقى فيها حاجة توكسيك. خلاص، طيب بنقول عليها اسم تاني وايلد سينامون. كلمة وايلد سينامون يعني هي بتنمو لوحدها مش بنزرعها، وكلمة سينامون طبعا معناها قرفة، الريحة بتاعتها بتبقى شبه القرفة. خلاص، يبقى احنا جماعة كانيلا بارك بقول عليها وايت اور وايلد سينامون. وايت عشان بتبقى فاتحة طبعا، عشان بتبقى ديكورتيكيتد، الكورك بتاعتها متشالة، عشان مش بيبقى فيها اكتف كونستيتوانت، هو الاكتف كونستيتوانت بتاعها فولاتايل اويل، فعشان كده ريحتها حلوة زي القرفة. وبقول عليها وايلد عشان بتنمو لوحدها من غير ما نزرعها. بقول عليها سينامون عشان ريحتها بتبقى شبه ريحة القرفة. طيب هي بتبقى موجودة في شكل ايه؟ سنجل او دبل كويل، وممكن تبقى تشانل بيسز، وزي ما اتفقنا بيبقى اللون بتاعها يلوش باف، بتبقى فاتحة عشان بتبقى ديكورتيكيتد، الكورك بتاعتها متشالة. وبقول عليها طبعا سينامون عشان الريحة بتاعتها بتبقى شبه القرفة، بتبقى شبه ميكشر من القرفة ومن الكلاف من القرنفل. هي اكتر حاجة طبعا بتميز الكانيلا في مورفولوجي انها بتبقى فاتحة، بيبقى لونها يلو شباف. وتاني حاجة بتميزها شكلها، بتبقى كويلز او تشانل بيسز، واتفقنا ريحتها بتبقى حلوة، بتبقى شبه ميكشر من الكلاف والسينامون، المادة الفعالة اللي فيها فولاتايل اويل. وقلنا الكانيلا دي اول بارك هناخده دي كورتيكيتد، الكورك بتاعته متشالة، فعشان كده اللون بتاعها بيبقى فاتح. طيب بالنسبة للتي اس بتاع الكانيلا، احنا طبعا قلنا الكورك متشالة، فاحنا اول منطقة هنبدأ بيها هي الفيلوديرم. لو فاكرين الفيلوديرم كنت بقول عليها ايه؟ سكندري كورتكس. خلاص، بعد كده بيقابلنا البرايمري كورتكس. البرايمري كورتكس هنا عبارة عن بارينكي مثل، جواها الدوائر الفاضية دي اللي هي الأويل سيلز، بيحصل فيها سكريشن للفولاتايل أويل بتاع الكانيلا. طيب بعد كده بيقابلنا منطقة السكندري فلويم. احنا تملي كنا بنتكلم عن ثلاث حاجات، الفلويم بارينكيما الجزء الأبيض، وهنا لو بصينا برضو بيبقى فيها الدوائر الفاضية اللي هي الأويل سيلز زي اللي موجودة في الكورتكس. طيب لو بصينا هنا على منطقة السكندري فلويم، في حاجة مهمة جدا مش هلاقي فيها فلويم فايبر، يبقى مهم جدا نعرف ان الكانيلا منطقة السكندري فلويم فيها مش بيبقى فيها فلويم فايبر. طيب بالنسبة للخطوط بقى اللي عاملة كروسنج لمنطقة السكندري فلويم هتبقى ايه؟ هتبقى الميدالري ريز. هنا الميدالري ريز بقول انها سترونجلي ويفي، بتبقى متعرجة جامد. لو فاكرين الميدالري ريز بتاع الكاسكارا والفرانجيولا كان بتبقى سلايتلي ويفي. خلاص، يبقى بالنسبة يا جماعة للتي اس بتاع الكانيلا، اتفقنا التي اس بيبدأ من منطقة الفيلوديرم او السكندري كورتكس عشان الكورك بتاعته بتبقى متشالة، احنا بنبقى شايلينها. طيب بعد كده بيقابلنا برايمري كورتكس، بارينكي ماسيل جواها اويل سيلز، بيحصل فيها سكريشن للفولاتايل اويل بتاع الكانيلا. بعد كده منطقة السكندري فلويم بيبقى فيها حاجتين بس، فلويم بارينكيما، ودي برضو بيبقى جواها اويل سيلز زي
وقلنا مهم جدا نعرف ان الكانيلا منطقه السكندري فلوين بتاعتها مش بيبقى فيها فلوين فايبر، واتفقنا الخطوط اللي عامله كروسنج دي لمنطقه السكندري فلوين بتبقى الميدالري ريز، وهنا بتبقى سترونجلي ويفي، بتبقى متعرجه جامد. طيب في شكله تحت الميكروسكوب بنميزه ازاي؟ طبعا التي اس كله بيبقى فاتح عشان البارك بيبقى دي كورتيكيتد، الكورك بتاعته متشاله. البارك بيبتدي زي ما قلنا في منطقه الفيلوديرم او سكندري كورتكس، بتبقى بارينكي مسل جواها دوائر فاضيه اللي هي الاويل سيلز. بعد كده بيقابلنا منطقه السكندري فلوين، بنشوف فيها ثلاث حاجات: فلوين بارينكيما، برضو نفس الكلام الدوائر الفاضيه دي بتبقى الاويل سيلز، والمدلري ريز بتبقى خطوط سترونجلي ويفي، بتبقى متعرجه جدا. وقلنا مهم جدا نعرف ان الكانيلا منطقه السكندري فلوين فيها مش بيبقى فيها فلوين فايبرز، فاحنا مش لاقيين الدوائر الصفراء اللي كانت بتبقى موجوده في منطقه السكندري فلوين. يبقى الصوره دي لو جت هنقول عليها تي اس او ترانسفيرس سيكشن في الكانيلا بارك. اتفقنا هميزها بايه؟ ان التي اس كله فاتح عشان البارك بيبقى دي كورتيكيتد. التي اس كله بيبقى مليان دوائر فاضيه اللي هي الاويل سيلز اللي بيحصل فيها سكريشن فولاتايل اويل بتاع الكانيلا، وبرده اتفقنا ان المدلري ريز بتبقى سترونجلي ويفي متحرجه جدا، ومنطقه السكندري فلوين مش بيبقى فيها فلوين فايبرز. طيب اخر بارك هنتكلم عنه ان شاء الله هو الكاسكاريلا بارك، بالعربي اسمه قشر العنبر. برضو الماده الفعاله اللي فيها بتبقى فولاتايل اويل، بعض الناس بتستخدمها كفيوميجانت يعني بيدخنوها كده مع السجاير. الكاسكاريلا اصغر بارك بناخده. طيب اكثر حاجه بتميز الكاسكاريلا في مورفولوجي انها بيبقى ليها تشوكي ابييرنس، من بره بتبقى عامله زي التباشير، بيبقى فيه حتت بيضه كتير. طيب الحتت البيضه دي بتبقى جايه نتيجه ايه؟ لو فاكرين احنا قلنا الاوتر موست لاير هي الكورك، فدي جايه من ان الكورك بتاعتها بيبقى فيها مايكرو بريزم وكعبات من الكالسيوم اوكساليت، فبتديها لون ابيض او بتديها لون رمادي. برضو بيبقى عليها لايكنز، واتفقنا اللايكنز دي يا جماعه بريميتيف بلانتس، مش بتبقى ديفرنشيتد ليفز روتس وستم. يبقى احنا يا جماعه بالنسبه للكاسكاريلا بورك اكتر حاجه بتميزها في مورفولوجي انها بتبقى سمول ان سايز، حجمها صغير، واهم حاجه مميزاها هي التشوكي ابييرنس بتاعها، من بره بتبقى عامله زي التباشير، بيبقى لونها رمادي او بيبقى لونها ابيض. ليه؟ عشان الكورك بتاعتها جواها مايكرو بريزم اوف كالسيوم اوكساليت، مكعبات من الكالسيوم اوكساليت. طيب شكل الكورك بتاعت الكاسكاريلا اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه، هي زي كورك زي اي كورك، بتبقى بوليجينال سيلز، سيلز مضلعه، وبتبقى مليانه مايكرو بريزم مكعبات من الكالسيوم اوكساليت، واتفقنا هي دي اللي بتدي البارك اللي تشوكي ابييرنس بتاعه، من بره بيبقى لونه ابيض او بيبقى لونه رمادي. يبقى الكورك بتاعت الكاسكاريلا بتبقى بوليجينال سيلز، برضو بتبقى ديد سيلز ليها سيكور. اكتر حاجه بتميزها انها بتبقى مليانه مايكرو بريزم مكعبات من الكالسيوم اوكساليت، واتفقنا هي دي اللي بتدي البارك اللي تشوكي ابييرنس بتاعه. طيب شكلها بيبقى عامل ازاي تحت الميكروسكوب؟ زي ما اتفقنا بتبقى سيلز خماسيه او سداسيه، بتبقى عامله زي خليه النحل، اللون بتاعها بيبقى جري، بيبقى رمادي عشان بتبقى مليانه مايكرو بريزمز اوف كالسيوم اوكساليت. يبقى الصوره دي لو جت هنقول عليها كورك اوف كاسكاريلا بارك. دي صوره تانيه ليها برضو نفس الكلام، بتبقى سيلز خماسيه او سداسيه، بيبقى اللون بتاعها جري رمادي عشان تبقى مليانه مايكرو بريزمز اوف كالسيوم اوكساليت، واتفقنا هي اللي بتدي الكاسكاريلا بارك الشوكي ابييرنس بتاعه. بالصوره دي برضو لو جت هنقول عليها كورك اوف كاسكاريلا بارك. طيب احنا كده خلصنا السكشن بتاعنا، باذن الله في السكشن هنشتغل تو باودر، باودر فرانجيولا وباودر سينكونا. طيب اول حاجه بالنسبه لباودر فرانجيولا، زي ما اتفقنا بنشوف الفلوين فايبرز بتاعتها. الفلوين فايبرز بتاعتها بنميزها ان هي بتبقى موجوده في جروبس، في مجموعات، وحواليها كريستال شيز اوف كالسيوم اوكساليت، فبتبان حاجات طويله كده لونها اصفر
عواميد طويلة لونها أصفر لازقة في بعضها، والكريستال شيز بيبقى عامل زي مربعات على الفايبرز. خلاص يبقى بنشوف فيها فلاين فايبرز accompanied with crystal شيز of calcium oxalate. طيب بالنسبة لباودر سنكونة بنشوف برضو الفلاين فايبرز بتاعتها، الفلاين فايبرز بتاعتها بتبقى مميزة جدا، بتبقى كبيرة جدا في الحجم، بتبقى ايزوليتد كل واحدة لوحدها، بيبقى اللون بتاعها برايت يلو والاندز بتاعتها بتبقى راوندد. باودر سنكونة تعتبر من اسهل الباودر. شكرا جزيلا.